لأنها بتقوم بواجبها على أكمل وجه، واجب كل المجتمع أنه يقدم لها حقوقها، الكوتا النسائية، إلغاء القوانين المشحفة بحقها، الاتفاقية الدولية لحقوق المرأة، وكل الأمور اللي بتتعلق بنصف المجتمع. تم مناقشتها بندوة تحت عنوان المرأة والغد في لبنان بيوم العالمي وبرعاية وزير الدولة لشؤون المرأة. المرأة هي أمي، أختي، زوجتي، شقيقتي، صديقتي، داعمتي. أنا مش إنه مع حقوق المرأة، هيدي صارت إذا بدك لحن عم نغني، لا، المرأة هي نصف العالم إذا مش أكتر. لحتى نبلش نحن نحكي بمشاركة المرأة بصنع القرار في لبنان، لذلك أنا كتير عم ركز على موضوع الكوتا، لأنه هذه القدرات الطائلة الموجودة لدى المرأة يجب أن تستثمر على مستوى الوطن ككل. ما منحس فيها التقدم الملموس، علما أن المرأة اللبنانية هي اللي ضحت عبر السنوات الطوال وعطت وأصبحت امرأة مثقفة واعية تستحق بجدارة كل الإمكانيات وكل المواقع. خلل الحفل ببيت المحامي تسليم درع حقوق المرأة اللي قدمته جمعية غدا لبنان لأشخاص آمنت بالمرأة وقدراتها ودعمتها بمسيرتها الطويلة. هذا التكريم صراحة بنعتبره تكريم للمرأة اللبنانية، تكريم للجمعيات النسائية اللي ناضلت فيما يتعلق بموضوع الغاء المادة 522 قانون العقوبات اللبنانية. بعتقد حان الأوان أنه هالإجحاف بحق المرأة بكافة الميادين يوقف، والدولة اللبنانية ما تكون بس عم تاخد مواقف كلامية من هالمواضيع. جرب نحن قد ما فينا نشارك بكل مؤتمرات بكل الندوات حتى نقدر نطور دور المرأة. أنا بقول لكل سيدة أنه ربي ابنك وبنتك بذات الإمكانيات، لأنه اثنيناتهم بيقدروا. ما تحجموا بناتكم، لأنه الدنيا واسعة والدنيا بتساع بنات وشباب حتى نقدم وطننا. من أجواء